أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ولأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وحوكب الله بنا يا آيادة ونية سدحات وصورة آل عمران كمدة وعن سيقارنا عشر كين سديتان يا لباد أنه وقد أحجرنا صورة السدحات وقرآن كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهنا وغصر ورمي عشر كين آيادة ودى بيهي وهو إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا قلها وعبتنا هذا قلوينك كفريي وقالها المركز يهود هاي سيسا ونزولك وهاي مركز النبي عليه الصلاة والسلام يكون يراهدين هم يوكد سوم من أي يراهدين أما يسمك كرينين إن الله دقع شيء قلاء قرائشة ودقع الوحبان أنك أقوين ودكسوا هاي السي ألم داسي يسمك كرينين يراهدين سوف نسولك هذا في العشر كينا ورآن في يانك صوت شاقني وهي هذا مركي نوى عليه السلام دقالك بدر وكسول عبت مركي أسول إلهي رسولك يسعو قبع وهي أتلا هذا كو كفريي وعلى إذن كأتكاد دونا وعلى الله إذن صوكل منع يأو حالي من كير دونا جهنم وبئس المهاد قول أيان باص له أو فراش لفريس جهنم أيان باص له إلهي يقول سبحانه وتعالى قد حقيقه كان لكم وحا إذن هذا آية آية عبرة في فئتين لو قل بحضورة أو التقطا كل من فئة قل تقاتل ويدقى لميسا في سبيل الله إلهي جدك يسيكو دقى لميسا وأخرى متك لنه كافرة متك في سوي يرون ويأركى يانور إلهي سبحانه وتعالى قل إلهي دراجي سدقى لميسا هم مد كافرة مثلين لبولاد قوذ إن إيهين هاي العين إشعر التذادة والله الله سيؤيد واحوجنا يا بنسر نسر جيسة من يشاء فيها أودوها يكحوجنا يا إن في ذلك كاصل صوشا يغنى لعبرة عفاء يا قصغا لولي الأبصار على يقوى صاحبك أو قصغا أيضا إن ما يشانك قلين فإلهي سبحانه وتعالى وهم يا أرن من كهد مركز فانايه وعشر كينا رأي نكسوه مرني عفراء يكو قاتان ويكو أغادان مؤمنين تدقال كود أي كفات الله دقال أيان إني مؤمنين تكو قارب نقون أيان وإلهي سبحانه وتعالى وقلوة السين آيو أرنت بعدد آنا وهد هلكان إلهي يكشيغا إني كو عفراء قاتان مركا آيادة نوحي احتماشاه وصور تقاله إني كمتاي نبي قول كيس عليه الصلاة والسلام أو كفات أولا أيو قل لهم لسوق الدرو قل وحاوتر هذا لهم كفار ساس لسوق الدرو قد كان لكم آية ساس إلا يرهد مركز خضاب كوحو نقونا يا يهود أيون نقونا يا وعشر كي نور عيد أنه يسوب بحيني أيضا يكسود وحاك لو صورت قال إن مركز كفار ومركز الولا خضاب آيه وحاك صورت قال هالي لحتى مؤمنين تن الولا خضاب آيه مركز إلا يهود سبحانه وتعالى وحاوتر هذا قواد يهود قد حقيقه كان لكم وحايدين هذه آية آية إليها تعفر وتكعفر قادة تنوي في فئتين لوفر بحضورة أما لوفر بحضورة أي آية إليها هاتي فرقه أي هذا فئة ليلي
لأنه يفاع بمعنى يرجع إليها أمس لأنه يفاع بمعنى يرجع إليها في الشدائد وعمرك فعل غير قفك مثلا بقرادة وكتر سيها أصدق مركة لباتر قبطه لباتر أسواء الله بنايا من فاء مركة سيكتر ماذا ذا هجعوه في فئتين لبفر قبح هذا لبقر فئتين كأسواء التقطا كل مين أوله إلهي فئتين كعدلة الماما وامالنت بدر بدر دقال في خد عي وكتيد نادي ألا إلهي وكفارت اللوغة قال إن هو طلباتنا اللي قد لطلباتنا لا قفاش مؤمنين تنوح يري هايين قالتنا آدي أدي تربضنا هذا مركا محيك ليهين لبدا أسفئو فئة فرقوا لإلهي جماع تقاتلوا ويدقال ميسا في سبيل الله إلى جدك سيكون دقال ميسا ولبدا قلو قلو وحيقوا دقال ميسا ليه الله كريم تلاهي دقال ميسا والنبي عليه الصلاة والسلام يأسحاب تيسا ومركز لشيغين يهايين سدح بغلتما يسدح لنا يهايين ومركز أي واتين كريين وحبدا أولا نوع مركز لبف فرس إيو مارك يا لح أبور براد إيو سديت سيفاد إيو واتين سلب بغلنا ندد لغي هاي أهاي لأن دقال كبير وفتيدو ناهي وطلقل مهين إنتا صوت قالا للدري راي مركز سدح بغل يطلن يسد حي أهايين مهاجرين تو حي أهايين سيلا شاقي تضوات يطلوي أهايين وأنا علم كوده قامري سيدنا علي بن أبي طالب أنصارتنا وحي أهايين مركز يهون لو بقول يصدن يلحي أهايين وأنا علم كوده قامري سعد بن عبادة دقال كاسنا وحاوغا قد انتي مؤمنين تو حاوغا انتي سد أفر يطلن ما هو لمتالي هم مهاجرين يسديد أنصاره انت أساء ودمك مركة اللواس فرسخيه وتين قيلي سحرغا وتينو مركة تضباء وبعيري وتين سأل شاك مركة إلهي هنا فئة فرقوا له إلهي تقاتلوا ويدقى لميسا في سبيل الله إلهي جيتك سيكون دقى لميسا وأخرى متكالنه كافرة متكفر سوي يرونهم حال أي أركايان أو إلهي مؤمنين تقالد أي أركايان مثلهم لبولاب كود إليه والمسلمين طلبوا الله كود إليهين أما سيدة كيب ذيهين عنه حالة شيئا إنا إمارتيا كن إيا مارتيا وحكونا وأما سكون إيا وحلا جرابي هايين ترونهم براءة نواجر تأيرونهم ما يشأن ليه ترونهم أهوي وإذن مارتيا سبعيا رأى أمرك هذا وحاوية بسرية واي وحاوية بسرية نقول إساهو إنها إيكوها وإذن فاعلة نقول إساهو حين أقول أبنا إساهو مؤمنين يرون المؤمنين توي أركاين هم أيال لا كفار مثلهم مسلمين طلبوا لاب كوذي أركاين يرون وي أركاين مسلمين تو هم كفار مثلهم لبوا لاب كوذي هنا أركاين تايل عين إيش عرفت ذلك هو أو ظاهرة وي معاينة وي إلهي سبحانه وتعالى وأجر جاري مؤمنين تا أي وصاصنا ويا وعصر تجلها لي المركز إن لما إرته لك لبدله قال إلى المركزي يرون كفارة ويأركايان هم مسلمين تا مثلهم لبولاب كذنيهم وإلهي سبحانه وتعالى أياسب كفارة أرقجح لوهده أياه حال الله قد غياليري إنه مسلمين توحب بدن إيهين وقال إذا لبو جبار كذنيهم مركز سيدة ساوة حاود عالي كفارة رعب لكن سيدة كذلك سوى دي ليسوكينه دقالك مركي لقاري وعند التحام الحرب أي النقطي oo dagaalkii markaas si fudud la isdaray ee muslimiintu way u arkeen kufaartu inay yihiin labuulaab kooda gaaladana way u arkeen inay muuminiinta ay ka yihiin saasa markaas la leeyahay oo hadda markaan adii la yiraado kufaarta ayaa waxa loo tusiyay gaaladu kufaarta ayaa waxa loo tusiyay muslimiintu inay yihiin labuulaab kooda waa markii intaan dagaalka la isla gelinay laakiin dagaalka markii la isla soo galay oo dhexda la iska soo galay waa way kufaartu way arkay muuminiintu inay tagayeen warka labadaas intaas buuli yiraahda haayeen ayri iyo ilaahay isha aragtideeda ruuyo oo basariya way oo muuqato wallahu allah sayuayid wa xujaahu ilaahay subhanahu wa ta'ala binasri nasri isa ilaahay wa xujinaya ma yashaa wuxuu doonaa ku xujinaya oo ilaahay nasri wuxuu siiyay dadka muuminiinta ay oo laga tirada badnaay wallahu allah yuayid wa xujinaya binasri nasri isa ما يشاء روح دوناي
إن في ذلك كافر سوى شيئا لا عبرة عبرة يا كسوغنا الإلهي نولي أبصاري بصيرة كو صاحبك تبقى بصيرة له وحيكو إفرقا تنوي بركة أن من كان يهودها وحال ليه وما أرد سوء إفرقا يتينا لي معايا لمصر يأي ذات إلهي سبحانه وتعالى يا إسكاله إذ إلهي غلبة السياء يانا غلبة هليس زينا وحال لوق حيوضا الله للناس ذاتك وبو شهوات شهواتك جعل كوضا ومن النساء هوينك هود إلهي والبنين ويلشا والقناطير مالك المقدرة أول جمعي ومن الذهب ذهبك والفضة العقتة والخير فرداء المسومة أول علامية أمال تعليمي والأنعام نعم يريد والحرس بيرها ذلك كافل صوشي غني متاع الحياة مرش متاع ذي ذوي الدنيا أودو والله ألنا عنده أكتيس وحاء حسن مآل مرجع وناسا إلى يقول سبحانه وتعالى زينا والوزيني آيات دار مركة وحيك كحينا يسا أما الوقت يا نبا إما رتيا اللغو عبدايو أدوية لأن شيء حقيرة مسلمين تنا مركة سأدوية لإكسه ديان حديثة وهو هاي ظاهرها قرة أدوية ظاهر كذا هو واحد مارتها قرة ظاهر كذا أدوية وشيء قرة ومارتها مغضة بعض كذا نقصون عفهواي إرك إلهي يقوله سبحانه وتعالى سينا وحا لو قرحيي للناس ذاتك حب الشهوات شهوات تجعل قرة جو شهوي وحال إلى ذا ميل النفس لمحبوبها أيال إلى ذا والنفط هنا يؤير التقفك أي جعشه مركز هذا ما دام مرادك سيا هذا اللغة أو سمعهين أي مركز إلهي فسريو وعركز مركز الوفا سريا ومركز نفط يشتهين يسه مركزون إلهي من النساء والبنين زينا واللوق رحيو له الله للناس ذاتك حب الشهوات شهوات تجعل كوضا ونفط يشتهين يسه وقفك يوهيريسه إله يا أزينا يوان إبتو وقفك الدين لأزينا يوان إبتوين يا أما الشيطان أزينا إيها يبا واختبار واضح وطول إله إنا جعلنا ما على أهل زينة لها لنبوهم أيهم أحسن عملا أما سأدوين الشيطان أزينا إيها وسواس أيه قلنا يا ومن النساء يوض إلهي وأنا لحاليك معاها أهود إلهي هذا هو أدوين يحب الشهوات كالناليه يا الهرمري لأنهما عدم زينة الدنيا وحال النارو سينة الدنيا كوئوين واي أدنا وحاوية شايدان كحركيه سواي إنسان كحتى واحد كحن بارايا قرابليس إلو قويو إنه مال أو حرام أو كسبه إنه مال تيوح محرمات أو كره أي حتى هوين كوكينا يا فأطول رسولك عليه السلام ما تركت فدنة الله رعى على رجال من النساء فدنة كما كنو رسولك عليه السلام بعد ليلة فقعوا دباتبغا هوينك ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلوب لربي رجل حكيم من كنوده ما رأيت هاي وح عقل إيا دين إذا كان مخصاصا أو هذا منك عقل كأ أو حكيم كعقل كقادئ وحي إلا منك أسلوب وصياصا مركي حيلايان ملعب أيوك صوت عايا يوال بنين إذا إلهي ميلشي أهود إلهي يوال بنين ميلشي أدى مركز هوينك ميلشي بالوح عجي أو مالك بالغهر مريي معايا لو يشي وحا اللي وحي جالي لي هوين كي فرع كيهن هدنا وحاوية مالك ويشي واكفد نبذينهن معايا لإنسانكو ويلشيسة هدي دبات السوقة أما الله قبصده ولا حبسته أما الله قفاشه مالك وكفرنا يا هدى إلهي والبنات مدهن معايا لشأن وحاوية فانك وحاوية وحا الوفان وحقه ويلاش عيال الغفانة فانا وقف مركو فانا ويلاش وقفانا هو يقرأكو مفانا والبنين ويلاش أهود إلهي إيا والقناطير ماليالك المقندرة أول لجمعيي مالك مركز لقر لجمعيي أول يسكينا يولا طبعي ومن الذهب ذهب كأهود إلهي والفلة العكتة والخير فردية المصومة العلامية أما سؤال المصومة أول تعليم والدة والأنعام النعمولية جاري يلودي أرجواي والحاسب ديريه أه بيرها في مركز الجروع ذا كبعيش إنسان كوحوي أنت سألوش زينة الله إلهي أصي يا شيء وحيا بها الزينة ده الله وحود هاي إلهي حول سبحانه وتعالى ذلك كافر صوش يا غي هو مركز يحب شهواتك متاع الحياة نوش متاع ذوي نوش وحي كل راحي سنة يسوي الدنيا أولو ذلك كافر صوش يا غي
متاع الحياة نلاش حديد وي الدنيا أولو وحيا عيال لغو راحيسان ايه كبعدنا وابا بايسا معايلة اديويو اتكس او كل راحيسا جرتي اما ميل ان كبيرت وهاوي وحيا روي زينة ديو كبعدنا هدى وهاوي ماشا سال وغا قاضي والله اللنا عنده اكتيسا وحاقه الالهي حسن المآب مرجع وناسن ايه الهي نحسن المآب اكتيسا وجمالي اه بركا وحاها بون قفكو انو الجمال يسؤول جريو او عمل كو قال لهاي جمال او سمايو وحيابها كان نؤسن اسكو مرجنال هوا بلو حيات تلاهود إلي سيدك محمد كاهو وقوم كاهو اتلادا او نبيئكم ايدين ورهما بخير مدك خير بدن من ذلكم كينات لصوشالي او واحا ويو يحب الشهوات كوي استفهمتا والي تخير وي هاوي بلو حيات تلاهود إلي سيدك محمد كاهو او نبيئكم ايدين ورهما بخير مدك خير بدن من ذلك كيناس خير بدن للذين كوحا اصلنا لول إلهي اتقوا دور صدي وشرك ذي معاصيه كدور صدي عند ربهم ربهم الأكتيسة وحا أصلنا ذي جنات 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 كاسو تكزي اي دريريسو من تحتها هوستيالة تحت أشجارها وقصورها لنهاروا بيالو إليه هو سبحانه وتعالى هذا جنات كان أيام مبتدأة جنات 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 كاسو تكزي اي دريريسو من تحتها هوستيالة لنهاروا بيالو أيها للذين كو أصلنا ذي اتقوا الله كعب صدي اتقوا دور صدي شركة كدور صدي عند ربي مبو الأكتيس جنات جنات أيها للذين كو أصلنا ذي اتقوا دور صدي عند ربهم تبو الأكتيس أصلنا ذي جنات كاسو تجزي إدريريس من تحتها هوستيالة تحت أشجارها وقصورها أيها للجيلة قيده إذا إيا صار هذا هوستيالة ألا نهاي وذيالة وبيش إلهي سبحانه وتعالى وكتير دونا القرآن في إلهي كشي وفر تاعي قال الدين حالهم وكوارو الإلهي فيها جنوين كاس كواراية قال الدين حالهم وكواراية فيها جنوين كاس مركع إقلان يهو أزواج هوان أيا أصلنا ذو الإلهي هوان كاسو مضهرة ولا ظهري يهو أزواج هوان مضهرة ولا ظهري هوان كان حالا قبل حالك يهو وحكا سؤول لقرمون سدو أيا لقبل ظهري وصيف الدنيا ذو كلامهن هي وحذوان رحال لأهانشو ومن الله إليه حقيسة كآهاتي هي وحذوان رحال لأهانشو ومن الله إليه حقيسة كآهاتي فلاه إلهي أي هلايا والله الله ده إلهي بصير عليه عالم كأهوي بالعبادة أدومك إلهي نأدومك كيس عالمو كيهي وعدو البعمل كي سمعين يسأل ويوقيهي مدو البنواج جاسنايا الذين أدومن كاسو أياديه كرتا مكاس أديك لبدلات كبير كرتا أو هذيك أنت الذين كوا أيات جنوين كأصل ناضي يقولون رهاي هذيك أنت الذين أضمن كأصل يقولون كقولاية ربنا يا ربنا رب غينو إننا أنو آمنا وان خميني هذيك يا رسولك يا وان خميني يقولون كقولاية ربنا يا ربنا رب غينو إننا أنو آمنا وان خميني فاغفر لنا إله نوداف ذنوبنا ذنوبتين له نوداف فاغفر لنا إله نوداف ذنوبنا ذنوبتين وقنا أن يكون نجده عذاب النار ناس عذاب كذا نجده وقنا أن يكون عذاب النار ناس عذاب كذا أن يكونيا تعالى الصابرين والإلهي في الأمت هي الونس في أول إلى هذا أديك أنت حق الصفة حق لا سعتها أدو من كاسو الصابرين هو صبر بدن أهل إلهي الصابرين هو صبر بدن هو كصبر أيه بعد هذا إيه بلاية معاصينا كصبر أيه والصادقين هو هم شيء بدن والصادقين كوه الشيك بدن هو إيمان كود كروشي آية والقانتين كوه أدي آية وحب بودة أدي آية والقانتين كوه أدي آية حب بودة والمسق والمنفقين كوه بحين آية والمنفقين كوه بحين آية ومتصدقين وي حلول أي صدقين آية والمستغفرين كوه بعث الدلب آية إله يدي مداف ويدي سنة آية والله مغفر لنا أي مثلا بليهن والمستغفرين كوه بعث الدلب آية بالأسحار أروي أما سهراب توقت الليل وآخر الليل أروي وبالأسحار هراب ياشي هذا مرت أسحار تأيى الله خسسي ذيك لغالي لو خسسي معايا لأسحارته ووقت الغفل أروي وقت هدد إمعان تهوي تدك وقت صوت 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 إلهي دي مداف ويسرعي تتسهل لماها والمستغفرين كوضع فدو الدين يقول إلهي سبحانه وتعالى بالأسحار أروي ياشي أما هراب يالك يقول إلهي سبحانه وتعالى ذاتك سياه وحوي إلهي جنات كيس أصون هذا. مرك هذا عشر كين أنت أسوق أجهي. والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.